بسم الله الرحمن الرحيم. إذن عزيزي الطالب، عزيزتي الطالب في أكاديمية مدرسة الإمارة الدولية، بعد ما أخذنا موضوع اللي هو عندنا النقط الحرجة، الآن راح ننتقل إلى حل تمارين نفس الدرس اللي أخذناه سابقا. التي عندنا السؤال الأول بحكي لنا إنه بدنا النقط الحرجة لكل من الاقترانات اللي معطينا إياها. هلا الآن أول اقتران اللي هو عندنا، اللي هي عندنا ألف. إذا عندنا ألف، ألف بيعطينا الاقتران قاف السين ماذا يساوي؟ إذا قاف السين إذا ويساوي عبارة عن سين القوة 4، إذا سين القوة 4 إذا ناقص 4 سين، 4 سين إذا زائد اللي هو عندنا 1. وطبعا مجال إذا هذا الاقتران ينتمي إلى الفترة المغلقة من سالب 2 إلى موجب، إذا عزيز الطالب موجب 2. هلا بنفس الطريقة، إذا بنفس إذا عندنا الطريقة، إذا عزيزي الطالب الآن كيف بدي أحل إذا هذا السؤال؟ الآن عندنا بدي أشتق، إذا أول شيء بدي أشتق الاقتران. إذا قاف فتحة إذا عندنا لسين، إذا قاف فتحة لسين ماذا يساوي؟ اللي هو عبارة عن 4 سين قوة 3، عندنا ناقص عندنا 4، وهذا إيش يساوي؟ اللي هو عبارة عن 4 مضروبة في سين تكعيب، إذا عندنا ناقص عندنا 1، وبالتالي إذا هذا بقدر كمان أحلله، إذا عبارة عن 4 مضروبة في سين ناقص 1 مضروب في سين تربيع، إذا زائد عندنا سين كمان زائد اللي هو عندنا 1. الآن بساوي إذا هذا الاقتران إذا عندنا بالصفر، إذا قاف فتحة إذا عندنا لسين تساوي إذا 0، إذا يتضمن ذلك إذا عزيز الطالب إنه سين ماذا تساوي؟ إذا سين تساوي 0، أو الآن عندنا إما أو كمان إذا عندنا سين تربيع، إذا عندنا سين زائد 1 يساوي عندنا 0. هلا سين تربيع زائد سين زائد 1 تساوي 0، كيف بدي اعرف عزيزي الطالب انها تساوي 0؟ من خلال المميز. الان لو اوجدنا المميز اللي هو عباره عن باء تربيع ناقص 4 الف جيم، هذا ايش بيساوي؟ اذا باء تربيع اللي هو عباره عن 1، اذا ناقص 4 ضرب 1 ضرب كمان 1، هذا بده يعطينا سالب 3 واقل من 0، بمعنى انه لا يمكن انه هذا يساوي 0. إذا عندنا هذا، إذا نقدر نستنتج إنه سين تربيع إذا زائد سين زائد 1 لا يساوي 0، عن طريق اللي هو اختبار المميز، عن طريق اختبار إذا عندنا المميز. وبالتالي إذا عزيزي الطالب الآن عندنا كمان، إذا بدي أوجد كمان المشتقة، إذا عندنا قاف فتحة لسين تساوي اللي هو عندنا كمان، إذا قاف فتحة إذا لسين بتكون عندنا غير موجودة، إذا غير موجودة طبعا يتضمن ذلك أنه كمان سين شو مالها؟ إذا عندنا سين بتكون غير موجودة إلا هو عند الأطراف الفترة، عندما سين تساوي سالب 2 وكمان سين تساوي إلا هو عندنا 2. وبالتالي الآن نقدر نوجد الآن طبعا هنا إذا قاف فتحة لسين تساوي 0 يتضمن ذلك، عفوا سين قديش تساوي هنا؟ سين تساوي 1. وبالتالي إذا عندنا إذا النقاط الحرجة، إذا عندنا النقاط أو النقط الحرجة، إذا عزيزي الطالب إذا النقط الحرجة اللي هي عبارة عن الآن بدي أوجد الآن قاف اللي هو عندنا قاف 1، إذا قاف 1 بدي أعوض بالاقتران الأصلي ويساوي 1 ناقص 4، إذا زائد 1 ويساوي إذا 2 ناقص 4 ويساوي سالب 2. يعني النقطة الأولى اللي هي 1 وسالب 2، 1 وسالب 2، وكمان النقطة الثانية بدي أوجد الآن عندنا كمان إذا قاف السالب 2 إذا ويساوي عندنا سالب 2 القوة 4، إذا ناقص إذا عندنا 4 ضرب إذا سالب 2 طبعا زائد اللي هو عندنا 1، وهذا إيش بيساوي؟ إذا ويساوي إذا 16، إذا زائد إذا عندنا 8 زائد إذا عندنا 1 ويساوي 25، ويساوي 25.
اللي هو عندنا سالب 2 إذا القوة، إذا عندنا 4 بده يعطيني إذا عجز الطالب 16 زائد اللي هو عندنا 8 24 زائد 1 يساوي 25. وبالتالي النقطة الثانية من النقاط الحرجة اللي هي عبارة عن سالب 2 وكمان إذا عندنا 25. إلا كمان بوجد الآن إذا عندنا قاف الاثنين، إذا قاف الاثنين، قاف الاثنين برضو نفس العملية، 2 القوة 4 ناقص 4 ضرب إذا عندنا 2 إذا زائد 1 إذا ويساوي اللي هو عبارة عن 16، إذا 16 ناقص إذا عندنا 8 زائد إذا عندنا 1 ويساوي اللي هو عبارة عن 9. وبالتالي إذا النقطة الحرجة اللي هي راح تكون إذا عندنا عجز الطالب 2 وكمان عندنا 9. هاي إذا ثلاثة نقاط إذا حرجة إذا لهذا اللي هو عندنا الاقتران. هلا بنيجي إذا عزيز الطالب إلى اللي هو عندنا فرع باء، إذا عندنا فرع باء، إذا عندنا فرع باء، فرع باء بحكي لنا إنه قاف السين ماذا يساوي؟ إذا عندنا قاف السين إذا ويساوي، إذا عندنا قاف إذا السين إذا عزيزي الطالب، إذا قاف السين ماذا يساوي؟ اللي هو عبارة عن جيب السين زائد إذا عندنا جكا السين، إذا قاف السين يساوي اللي هو عبارة عن جيب إذا عندنا السين زائد إذا عندنا جتا السين، وكمان عندنا السين معرفة، إذا سين تنتمي إلى الفترة اللي هو عندنا المغلقة من 0 إلى 2 بايت، من 0 إلى 2 عندنا بايت. هلا بنفس الطريقة إذا عزيز الطالب الآن إذا عندنا الحل بنفس إذا عندنا الطريقة، إذا بوجد أول شيء اللي هو عندنا المشتقة، إذا قاف فتحة لسين ماذا تساوي؟ اللي هي عبارة عن جتا سين، إذا جتا سين إذا ناقص اللي هو عندنا جيب السين، إذا جتا سين إذا مشتقة الجيب عبارة عن جتا، ومشتقة الجتا اللي هو سالب جيب سين، وهذا إيش يساوي؟ إذا يساوي صفر. إذا بمعنى إنه عزيز الطالب إذا عندنا جتا سين، إذا جتا سين يساوي جيب السين، أو بنقدر نكتبه إذا إنه قسمنا الطرفين على إذا على جتا سين، إذا بنتج إذا عندنا ظل الزاوية سين عزيز الطالب تساوي 1. هلا وين الزاوية اللي بيكون إذا عندها ظلها تساوي اللي هو عندنا 1؟ إذا يتضمن ذلك إذا عندنا هنا سين إما تساوي باي إذا على 4 اللي هي 45 درجة، وكمان متى بكون الظل تساوي 1؟ في الربع الأول، وكمان بالإضافة إلى الربع اللي هو عندنا الثالث. اللي هي طبعا الزاوية شو بدها تكون عندنا سين تساوي اللي هي عبارة عن باي زائد باي على 4، إذا باي على 4 وتساوي إذا 5 باي إذا على اللي هو عندنا على 4. هذا إذا عزيز الطالب اللي هو عندنا تعادل قديش هذه إذا عزيز الطالب اللي هي 225 درجة، 225 إذا عندنا درجة، والباي على 4 زاوية معروفة اللي هي قيمتها 45 إذا عندنا درجة. هذا بالنسبة اللي هو عندنا، طبعا هذه الزوايا كلها تقع ضمن اللي هو عندنا الفترة اللي معطينا إياها من 0 إلى 2 باي. هلا كمان في عندنا قاف فتحة لسين بتكون غير موجودة، إذا قاف فتحة لسين إذا عندنا غير موجودة، إذا يتضمن ذلك إذا عندنا هنا إذا سين ماذا تساوي؟ إما 0 أو كمان سين تساوي اللي هو عندنا 2 باي. طبعا زي ما حكينا اللي هو عندنا أطراف فترة، إذا عندنا أطراف، إذا عندنا عزيز الطالب اللي هي عندنا أطراف، إذا هذه عندنا تمثل إذا عندنا أطراف، إذا عندنا أطراف فترة. هذا بالنسبة اللي هو عندنا متى تكون المشتقة إذا غير موجودة أو كمان تساوي صفر. هلا بنيجي الآن نوجد إذا النقاط الحرجة، إذا النقاط إذا عندنا الحرجة، إذا نوجد الآن عندنا قاف الباي على، إذا قاف الباي على 4 اللي بنعوضها بالاقتران الرئيسي،
اللي هي عبارة عن جيب الباي على 4 زائد جتا الباي إذا على 4، وهذا زي ما بنعرف اللي هي تساوي 1 إذا على جذر 2 زائد إذا عجز الطالب 1 كمان على جذر 2، وهذا بيعطيني 2 جذر 2 إذا، ويساوي إذا عفوا 2 إذا 2 على جذر 2 إذا 2 إذا على جذر 2، وهذا بقدر أختصره اللي هو عبارة عن جذر 2. إذا النقطة الحرجة إذا الأولى إذا النقطة إذا النقطة الحرجة إذا النقطة إذا عندنا الحرجة إذا عزيزي الطالب، إذا أول نقطة اللي هي عبارة عن باي على 4 إذا باي إذا على 4، وكمان صورتها اللي هي عبارة عن جذر إذا عندنا 2. النقطة الثانية اللي هو عندنا قاف الصفر، إذا نوجد الآن صورة الصفر اللي هو عندنا جيب الصفر عزيز الطالب إذا زائد إذا جت الصفر، وهذا إذا يساوي اللي هو عبارة عن 1 ويساوي 1، وبالتالي إذا النقطة الحرجة اللي هي بتكون عندنا 0 و1، إذا 0 و1 برضو كمان إذا هذه نقطة حرجة، إذا النقطة إذا النقطة إذا عندنا حرجة. النقطة الأخرى اللي عندنا بوجد إذا قاف الباء قاف 2 باي، طبعا 2 باي اللي هي نفس الزاوية اللي هي 0، إذا ويساوي إذا نجيب عزيز الطالب 2 باي زائد جتا 2 عندنا باي، وهذا بده يعطيني إلى 0 زائد 1 إذا ويساوي 1، وبالتالي إذا النقطة الحرجة اللي هي عبارة عن 2 باي بالإضافة إلى طبعا صورتها اللي هي إذا عندنا اللي هي 1. هذا عزيز الطالب بالنسبة اللي هو لسؤال اللي هو عندنا فرع اللي هو عندنا فرع باء. في سؤال اللي هو فرع جيم، الآن فرع جيم خلينا ننتقل إلى فرع جيم. إذا عندنا فرع جيم شو بحكي لنا؟ إذا فرع جيم إذا عزيز الطالب بيقول لنا إنه قاف السين ماذا يساوي؟ إذا قاف السين يساوي اللي هو عبارة عن سين تربيع مضروبة في القيمة المطلقة للسين ناقص اللي هو عندنا 1، وكمان إذا عندنا سين تنتمي إلى الفترة المقلقة اللي هي عبارة عن من السالب 3 إلى 2، إذا سالب 3 كمان إذا عندنا 2، وبسكر القيمة الفترة المغلقة. هلا الآن إذا بنفس الطريقة أول إشي بنلاحظ إذا في عندنا قيمة مطلقة لازم أعيد تعريف القيمة المطلقة، إذا أول إشي إذا عندنا الحل، إذا نعيد إذا نعيد إذا تعريف إذا عندنا القيمة المطلقة، إذا القيمة إذا المطلقة إذا عزيزي الطالب، وبالتالي إذا عندنا كبدا تعريف فبساوي اللي داخل القيمة المطلقة بالصفر، بمعنى إنه عندنا هنا سين ماذا تساوي؟ إذا سين تساوي 1، إذا سين تساوي 1 بعيد تعريفها، إذا عندنا ضمن الفترة اللي معطينا إياها الممتدة هنا من السالب إذا عندنا 3 إلى موجب إذا عندنا 2، والواحد بقى إذا ضمن اللي هو عندنا ضمن الفترة، وبالتالي إذا هنا إذا عندنا على اليمين بده يكون إذا عندنا موجب إذا عزيز الطالب، وعلى الشمال بده يكون إذا عندنا سالب، وهذا يعني إنه هنا عندنا سين ناقص 1، وهون بده يكون 1 إذا ناقص إذا عندنا سين. الآن إذا هذه القاعدة طبعا بدي أضربها في إيش؟ إذا في الآن بشكل إذا عندنا الاقتران إذا بشكل عام، إذا قاف السين إذا ماذا يساوي؟ اللي هو عبارة عن سين تربيع، إذا عندنا سين تربيع مضروبة في سين، إذا في سي عفوا في 1 ناقص سين، إذا 1 إذا عندنا ناقص سين، طبعا إذا كانت هنا سين إذا عزيز الطالب أكبر من أو يساوي اللي هو عندنا سالب 3، وأقل من إيش هون عندنا؟ أقل من 1، وعندنا كمان إذا كان عندنا سين تربيع مضروبة في 1 في سين ناقص 1، إذا كانت عندنا سين إذا أكبر من أو يساوي 1، وأقل من أو يساوي اللي هو عندنا 2.
إذا هذا الاقتران نقدر الآن نبسط. إذا هذا الاقتران لو دخلنا س تربيع بصير عندنا هنا س تربيع، س تربيع ناقص إذا عندنا س تكعيب. إذا عزيزي الطالب، إذا كان الس أكبر من أو يساوي سالب 3 وأقل من الواحد، وهنا برضو كمان س تكعيب ناقص إذا عندنا س تربيع، إذا كان الس إذا أكبر من أو يساوي واحد وأقل من أو يساوي اللي هو عندنا 2. هلا بنعيد تعريف أو الآن نشتق عفوا إذا هذا الاقتران، إذا قاف فتحة لسين نشتق إذا هذا الاقتران اللي هو عندنا بده يكون 2 سين ناقص إذا 3، إذا عندنا سين تربيع. طبعا هنا سين اللي هو بده تكون عندنا أكبر من السالب 3 وأقل من الواحد، وهنا بده يكون 3 عندنا س تربيع ناقص إذا عندنا 2 س، وهذا إذا كان س أكبر من الواحد وأقل عزيز الطالب من الاثنين. هلا بظل عندنا اللي هو عندنا طبعا تكون إذا غير موجودة، إذا عندنا هنا غير موجودة، إذا مشتقة غير موجودة. إذا عندما الآن خلينا نفحص الواحد، إذا 2 ناقص 3 سالب 1، هنا 1 بتكون عندما س تساوي 1، المشتقة من اليمين لا تساوي المشتقة من اليسار عند الواحد، طبعا بالإضافة إلى اللي هو عندنا عزيز الطالب إلى الأطراف اللي هو هنا عندنا 2 وكمان إذا عندنا سالب إذا عندنا 3. إذا هذا إذا عزيز الطالب بالنسبة للمشتقة إذا أوجدناها. هلا بدي أوجد اللي هو قيم س بتخلي المشتقة تساوي 0، إذا بساوي قاف فتحة إذا عندنا لس تساوي 0، إذا بساوي القاعدة الأولى، القاعدة الأولى اللي هي عبارة عن 2 س ناقص إذا 3 س، إذا عندنا تربيع إذا تساوي اللي هي عندنا تساوي 0. الآن كيف بدي هذه الآن أتعامل معها؟ بطلع عامل مشترك اللي هو عندنا س، بيبقى عندي هنا 2 ناقص إذا عزيزي الطالب 3 س، وهذه تساوي 0. اللي يتضمن ذلك إذا إما س تساوي اللي هو عندنا 0، أو س تساوي إذا س تساوي اللي هو عبارة عن 2 على 3. إذا س قديش تساوي اللي هي 2 إذا على اللي هو عندنا 3. هلا بشوف إذا عندنا هل الصفر يقع ضمن الفترة اللي هي عندنا من السالب 1، إذا من إذا عندنا الفترة الصفر يقع بين السالب 3 عزيز الطالب وبين الواحد، وبالتالي إذا س تساوي 0 إذا هذا شمالها، إذا أول قيمة اللي هي عندنا بأخذها اللي هي عندنا إذا هذه تقع ضمن الفترة اللي هو فترة اللي هو عندنا تعريف الاقتران، إذا يقع بين الصفر وبين اللي هو عندنا بين بين السالب 3 وبين الواحد. هلا الاثنين على إذا 2 على 3، إذا عندنا 2 على 3 يعني بتكون إذا عزيز الطالب أقل من برضه كمان إذا عندنا 2 إذا على 3 تكون أقل من الواحد، وبالتالي برضه كمان إذا هذا ضمن إذا عندنا الفترة بتخلي اللي هو عندنا المشتقة إذا تساوي اللي هو عندنا 0. الآن نرجع الآن للقاعدة الأخرى بنفس الطريقة اللي هو عندنا كمان بساوي القاعدة الثانية اللي هي عبارة عن س تكعيب، إذا س تكعيب ناقص اللي هو عندنا س تربيع عفوا هنا اللي هي 3 آسف اللي هي 3 إذا عندنا هنا 3 إذا س تربيع إذا 3 إذا عندنا س تربيع إذا ناقص 2 س تساوي 0. فطلع إذا عامل مشترك اللي هو عندنا س بنفس الطريقة، وبظل عندنا هنا اللي هو 3 إذا عندنا عزيز الطالب 3 س ناقص اللي هو عندنا 2 يساوي 0، وبالتالي إذا هنا س تساوي 0 أو س تساوي 2 إذا على 3، إذا 2 إذا برضو كمان 2 على 3. س تساوي 0 هل تقع ضمن الفترة اللي هو عندنا الفترة اللي معطينا إياها اللي هي عندنا 2 و إذا عندنا 2 بين الواحد واثنين؟ طبعا لا هون إذا عزيز الطالب، وبالتالي وكمان 2 على 3 إذا تيجي أقل من الواحد، وبالتالي إذا ما بنقص.
هلا الآن نيجي الآن إذا عندنا القيم، إذا عندنا قيم سين الحرجة اللي هي عندنا الصفر، وإيش كمان عندي اللي هي عندنا اثنين إذا على ثلاثة، اثنين إذا على ثلاثة. هلا كمان إذا عندي، إذا عزيز الطالب، إذا عندنا عزيز الطالب إنه كمان إذا قاف فتحة لسين شو مالها؟ إذا عندنا قاف فتحة لسين، إذا قاف فتحة لسين بتكون إذا عندنا غير موجودة، إذا وين بتكون غير موجودة؟ إذا اللي هو عند تضمن ذلك، إذا سين تساوي واحد، وكمان إذا عند اثنين، وكمان إذا عند عزيز الطالب اللي هو عند اللي هو عندنا السالب ثلاثة، عند السالب إذا عندنا ثلاثة. هلا بدي أشكل إذا عندنا النقاط الحرجة، إذا بوجد أول إشي اللي هو عندنا قاف السالب ثلاثة، إذا قاف السالب ثلاثة إذا عزيز الطالب بعوضها بالاقتران اللي هو عندنا الأصلي قاف السين، إذا ويساوي اللي هو عندنا تسعة، إذا مضروبة فيه، إذا عندنا سالب ثلاثة كمان سالب واحد، إذا ويساوي إذا تسعة ضرب أربعة، إذا ويساوي 36. إذا هذه أول نقطة إذا حرجة اللي هي سالب ثلاثة، وكمان إذا ستة، إذا عندنا 30. هلا النقطة الآن موجود كمان إذا عزيز الطالب اللي هو عندنا قاف الاثنين، إذا قاف الاثنين بعوضها برضه كمان بالاقتران الأصلي أسهل لنا، إذا بصير عندنا أربعة، إذا عندنا أربعة مضروبة في اثنين القيمة المطلقة، إذا ويساوي اللي هو عندنا أربعة، وبالتالي إذا عندنا اثنين وأربعة بتمثل عندي نقطة إذا حرجة، بالإضافة كمان إلى اللي هو عندنا القاف الواحد، إذا القاف الواحد بوجدها اللي هي تساوي اللي هي عبارة عن واحد تربيع مضروبة في صفر، إذا ويساوي اللي هو عندنا صفر، بمعنى إن القيمة النقطة الحرجة اللي هي واحد إذا عندنا صفر، وبالإضافة كذلك إلى اللي هو عندنا بنوجد قاف الصفر إذا النقطة حرجة عند الصفر، إذا وتساوي برضو كمان إذا صفر تربيع في واحد أو صفر عفوا إذا ناقص واحد ويساوي برضو كمان صفر، وبالتالي إذا النقطة الحرجة اللي هي صفر وصفر، إذا صفر وصفر، بالإضافة إلى الآن ظل عندنا الآن نقطة حرجة إذا بدي أوجدها اللي هو عندنا، إذا عندنا كمان عند اثنين على ثلاثة بوجد إذا قاف اثنين إذا على ثلاثة بعوضها اللي هي عندنا اثنين إذا على ثلاثة بين قوسين هذا تربيع مضروب في القيمة المطلقة لاثنين إذا على ثلاثة ناقص واحد، إذا ويساوي إذا أربعة على تسعة مضروبة في اللي هو عندنا واحد إذا على ثلاثة، إذا ويساوي اللي هو عبارة عن أربعة إذا عزيز الطالب على 27، إذا أربعة على 27، وبالتالي إذا النقطة الحرجة اللي هي بيكون عندنا عبارة عن اثنين إذا على ثلاثة ترتبط مع الأربعة إذا على 27، 27. هذه عزيز الطالب إذا النقاط الحرجة، إذا كم نقطة إذا عندنا حرجة؟ إذا واحد إذا اثنين، بالإضافة كذلك إلى عندنا ثلاثة، إذا ثلاثة أعداد، إذا واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا خمس، إذا نقاط إذا عزيز الطالب خمس نقاط حرجة. هلا راح نيجي إلى فرع اللي هو عندنا فرع دال، إذا فرع دال إذا عزيز الطالب، إذا عندنا فرع دال، فرع اللي هو عندنا دال، إذا فرع دال إذا شو بحكي لنا اللي هو عبارة عن إذا عندنا قاف السين يساوي، إذا عندنا قاف السين ويساوي الجذر التربيعي، إذا هاي عندنا الجذر التربيعي إلى مين؟ لجتتك جتا تربيع اللي هو عندنا السين، إذا جتا تربيع السين، وكمان معطيني اللي هو معرف لنا إياها، إذا بحكي لنا إنه سين تنتمي إلى الفترة المغلقة اللي هي صفر إلى الباي. هاي عزيز الطالب بالنسبة إلى اللي هو عندنا الآن أول حاجة، أول شيء إذا عزيز الطالب إذا شو بدي أعمل؟ إذا بدي أعيد تعريف إذا هذا الاقتران، إذا عندنا قاف السين اللي هو طبعا هنا عندنا بقدر أكتب على شكل قيمة مطلقة،
اللي هو عندنا جتا، لأن التربيع في جدر، إذا أخذنا هذا سابقا. إذا القيم المطلقة، إذا عندنا لجتا اللي هو عندنا السين. هلا الآن بدرس، إذا الآن بعيد تعريف القيم المطلقة. إذا عندنا هنا جتا السين تساوي اللي هو عندنا صفر، يتضمن ذلك طبعا في الفترة في الربع الأول والثاني إن السين عزيز الطالب تساوي باي إذا على 2، إذا سين تساوي باي إذا على 2، وهذا اللي هو عندنا من الصفر إلى اللي هو عندنا باي إذا على اللي هو عندنا 2. وبنلاحظ إذا عزيز الطالب اللي هو عندنا جتا في الربع الأول، في الربع الأول بده يكون إذا عندنا موجب، إذا الجتا في الربع الأول بده يكون إذا عندنا هنا موجب، بينما في الربع إذا عندنا في الربع الثاني طبعا من الصفر هنا إذا عندنا لباي، إذا هذه باي إذا عزيز الطالب، إذا بده يكون إذا عندنا سالب، إذا عندنا بده يكون إذا عندنا سالب. هذا بالنسبة اللي هو عندنا عندنا تعريف اللي هو تعريف اللي هو عندنا قاف السين. وبالتالي إذا بنعيد تعريف إذا هذا الاقتران، إذا نكتبه على شكل إذا عندنا اقتران تشعبي، إذا بيعطيني لو عندنا إذا كان السين هنا إذا عندنا عزيز الطالب إذا أكبر من إذا عندنا سين، عندنا سين أكبر من أو يساوي إذا عندنا أو يساوي صفر، وأقل من باي إذا على 2، إذا باي إذا على 2، أو سين أكبر من أو يساوي باي إذا على 2، وكمان أقل من أقل من اللي هو عندنا الباي، أقل من الباي. إذا الآن طبعا نقدر نعيد تعريف طبعا عزيز الطالب، إذا هنا اللي هو نفس الشيء لو قلبناهم نفس العملية، إذا أو ممكن الآن أي تعريف من صفر إلى اللي هو باي على 2 بعدين باي. الآن إذا الاقتران راح يحافظ إذا في الفترة من صفر لباي بده يظل عندنا هنا جتا سين، وكمان هنا عندنا بضربه في سالب اللي هو سالب، إذا عندنا جتا سين في هذه الفترة. هلا الآن إذا بعد ما عدنا تعريف إذا بوجد الآن المشتقة اللي هي قاف فتحة إذا عندنا لسين وتساوي، بوجد إذا عندنا المشتقة اللي هي عبارة عن مشتقة الجتا اللي هي عبارة عن سالب إذا عندنا جيب السين، وسين هنا إذا عزيز الطالب إذا عندنا أكبر من الصفر، إذا أكبر من الصفر وأقل من الباي إذا على 2، وكمان هنا برضو كمان جيب السين إذا كان السين هنا عزيز الطالب أكبر من الباي إذا على 2، وكمان أقل من الباي، أقل من إذا عندنا الباي. هلا بنلاحظ إذا أن نقطة التشعب عزيز الطالب تكون إذا هنا غير موجودة، إذا عندنا المشتقة إذا غير موجودة، إذا وين بتكون غير موجودة؟ عند اللي هي اللي هي عند الباي إذا على 2، إذا سين تساوي عزيز الطالب الباي على 2، بالإضافة إلى اللي هو عندنا الأطراف اللي هو الصفر، وكمان إذا عندنا الباي. هذا بالنسبة اللي هو عندنا بالنسبة إلى المشتقة اللي هي قاف فتحة إذا عندنا لسين. الآن بساوي لو عندنا المشتقة بالصفر، إذا قاف فتحة لسين إذا عندنا تساوي اللي هي عندنا صفر. إذا متى تساوي صفر؟ بساوي القاعدة الأولى بالصفر، بمعنى إنه عندنا سالب جيب السين إذا يساوي صفر، يتضمن ذلك إنه جيب السين عزيز الطالب تساوي صفر، يتضمن ذلك إذا عندنا سين. إذا ما هي الزاوية اللي بيكون إذا عندنا جيبها تساوي صفر؟ اللي هي تضمن ذلك سين تساوي صفر، وكمان بالإضافة إلى اللي هو عندنا الجيب يعطينا متى بيساوي صفر، في السين تساوي صفر، وكمان بالإضافة إلى 2 باي وبالإضافة إلى الباي. طبعا الآن إذا هذه ما بتقع إذا ضمن الفترة، إذا ما بأخذها، وكمان 2 باي ما بتقع ضمن الفترة، والباي كمان إذا عندنا ما بتقع ضمن إذا عندنا الفترة. الآن نفس العملية، إذا عزيز الطالب إذا بساوي القاعدة الثانية بالصفر اللي هي عبارة عن جيب السين تساوي صفر، يتضمن ذلك برضه كمان جيب السين تساوي صفر،
يتضمن ذلك أنه سين تساوي صفر واثنين باي، أو كمان إذا عندنا باي. بنلاحظ برضه كمان عندنا ما في قيمة أجهزة طالب تقع ضمن هذه، إذا عندنا ضمن إذا هذه الفترة، إذا تقع ضمن إذا هذه، إذا عندنا الفترة داخل إذا هذه الفترة، وبالتالي إذا لا يوجد إذا أصفار للمشتقة، إذا لا يوجد إذا قيم بتخلي المشتقة إذا هنا تساوي اللي هو عندنا صفر. الآن ننتقل إلى اللي هو عندنا عزيز الطالب، إلى اللي هو عندنا مشكل إذا الآن النقاط الحرجة، إذا بنشكل إذا عندنا النقاط الحرجة، إذا نوجد الآن قاف اللي هو عندنا طبعا هنا إذا قاف فتحة لسين غير موجودة، إذا هاي عندنا موجودات إذا عزيز الطالب، إذا بوجد إذا قاف الباي على اثنين، إذا ويساوي بعوض الآن اللي هو عبارة عن القيمة المطلقة جتا اللي هو الباي على اثنين اللي هو صفر، يعني القيمة المطلقة لجتا الباي إذا على اثنين، وبعده يعطينا إذا هذا يساوي صفر، وبالتالي إذا أول نقطة حرجة اللي هي عبارة عن باي إذا على اثنين، وكمان إذا عندنا صفر، وكمان إذا عندنا عزيز الطالب إذا قاف الصفر، إذا قاف الصفر اللي هي القيمة المطلقة لجتا الصفر، إذا ويساوي اللي هو عندنا واحد، يتضمن ذلك اللي هو عندنا صفر واحد، وكمان قاف الباي، إذا قاف الباي وتساوي القيمة المطلقة اللي هو عندنا لجتا الباي، وجتا الباي اللي هو زي ما بنعرف اللي هو يساوي سالب واحد، والقيمة المطلقة إلها تساوي اللي هو عندنا واحد، وبالتالي إذا النقطة الحرجة اللي هي عبارة عن باي والواحد، إذا باي والواحد. هذا عزيز الطالب بالنسبة اللي هو اللي عندنا فرع دال، إذا فرع اللي هو عندنا فرع دال. هلا الآن في عندنا فرع، إذا عندنا فرع آخر فرع بالسؤال الأول، إذا عزيزي الطالب إذا آخر فرع اللي هو عندنا ها، اللي هو عندنا إذا فرع ها، إذا شو بحكي لنا إذا فرق ها، إنه قاف السين ماذا يساوي؟ إذا قاف السين إذا يساوي طبعا عندنا اقتران اللي هو عندنا اقتران تشعبي اللي هو عبارة عن سين تربيع زائد واحد، سين تربيع زائد واحد، وكمان عندنا سين محصورة بين السالب واحد بين السالب اثنين عفوا، وكمان إذا عندنا أقل من أو يساوي واحد، وكمان عندنا اثنين سين، إذا هاي اثنين سين، إذا كان السين إذا أكبر من واحد وأقل من أو يساوي اللي هو عندنا اثنين. هلا طبعا هذا الاقتران معرف جاهز إذا عندنا للاشتقاق، إذا عزيزي الطالب إذا شو بدي أعمل أول شيء، إذا بشتق إذا هذا الاقتران، إذا عندنا قاف فتحة إذا عندنا لسين ماذا يساوي؟ إذا ويساوي اللي هو عبارة عن اثنين سين، طبعا إذا كانت هنا سين إذا أكبر من السالب إذا اثنين أقل من الواحد، وكمان عندنا اثنين عزيز الطالب إذا كان السين أكبر من واحد أقل من الاثنين. هلا بظل عندي هنا غير موجودة، إذا غير موجودة طبعا إذا كانت هنا سين تساوي اللي هو الآن مشتقة عند الواحد إذا عزيز الطالب، إذا تكون 2 ضرب 1 2 موجودة، وبينما هنا عند الأطراف إذا تكون إذا عند الأطراف فقط عند السالب 2، وكمان بالإضافة إلى اللي هو عندنا للاثنين، بينما عند الواحد بنلاحظ مشتقة من اليمين إذا عزيز الطالب 2، والمشتقة من اليسار عند الواحد كمان، إذا وبالتالي بتكون موجودة، وبالتالي بقدر أدخل إذا هنا المشتقة عند الواحد، ما في عندنا مشكلة. هذا بالنسبة الآن إذا المشتقة، الآن بوجد أصفار المشتقة إذا كان في عندنا إلها أصفار، بساويها بالصفر، إذا عندنا يتضمن ذلك بساوي القاعدة الأولى، إذا 2 س تساوي صفر، يتضمن ذلك طبعا هنا س عزيز الطالب تساوي اللي هو صفر، هاي أول قيمة. وكمان طبعا القاعدة الثانية اللي هي طبعا لا يمكن أنها تساوي اللي هو عندنا صفر، وهنا والصفر ينتمي إلى الفترة اللي هي عندنا من السالب إذا عندنا اثنين إلى الواحد، وبالتالي إذا هذا
إذا عندنا، إذا تعتبر اللي هو عندنا من أصفار اللي هو عندنا المشتقة الأولى، أصفار المشتقة الأولى. القاف فتحة إذا لسين كمان إذا عندنا غير موجودة، إذا غير موجودة إذا موجود، إذا عندنا اللي هي إذا عندنا سين تساوي سالب اثنين عزيز الطالب، كمان سين تساوي اللي هو عندنا اثنين. وبالتالي الآن نقدر نوجد إذا النقاط الحرجة، إذا النقاط الحرجة إذا بوجد إذا قاف الصفر إذا عزيز الطالب. الآن بنلاحظ الصفر يقع بين السالب اثنين وبين الواحد، وبالتالي إذا صفر تربيع إذا زائد واحد ويساوي واحد. وبالتالي النقطة الأولى اللي هي عبارة عن صفر وواحد، إذا هذه نقطة حرجة، إذا نقطة إذا حرجة. الآن كمان نوجد إذا عزيز الطالب اللي هي قاف في السالب اثنين، قاف السالب اثنين من معرفة إذا وتساوي إذا اللي هو عندنا سالب اثنين إذا عندنا تربيع إذا زائد واحد ويساوي إذا أربعة زائد واحد اللي هو خمسة، بمعنى إنه عندنا هنا سالب اثنين وكمان إذا عندنا خمسة، إذا نقطة حرجة. هلا كمان إذا عندنا قاف الاثنين، إذا عندنا قاف الاثنين وتساوي أربعة زائد واحد وتساوي خمسة، بمعنى إنه عندنا هون اثنين وخمسة كمان، إذا نقطة إذا حرجة. هذا عزيزي الطالب بالنسبة إلى اللي هي عندنا النقاط إذا الحرجة إذا لهذا الاقتران. اللهم صل على سيدنا. هلا ننتقل إلى اللي هو عندنا سؤال رقم اثنين. إذا سؤال رقم اثنين خلينا الآن، هذا مهم سؤال رقم اثنين إذا عزيزي الطالب. إذا سؤال رقم اثنين شو بحكي لنا؟ إذا هذا شو قصة إذا هذا السؤال؟ بقول لنا إذا جد قيم ألف وباء التي تجعل الاقتران نقطتين حرجتين. هلا معطيني اللي هو عندنا قاف السين، إذا عزيز الطالب قاعدته عبارة عن سين قوة ثلاثة، سين القوة ثلاثة زائد ألف سين تربيع، إذا ألف سين إذا عندنا تربيع، إذا زائد با سين، إذا زائد إذا عندنا باء سين، إذا هذا الاقتران إذا في عندنا له نقطتين حرجتين، إذا نقطتين إذا حرجتين، إذا حرجتين عند سين تساوي اللي هي عندنا عزيز الطالب عند سين تساوي سالب واحد، وكمان عند سين تساوي اللي هو عندنا ثلاث. لا نيجي نحل إذا هذا السؤال. إذا إيش معنى إذا عزيز الطالب نقاط حرجة عند سين تساوي سالب واحد عند سين تساوي ثلاثة؟ إذا بمعنى إنه الآن المشتقة عندهم تساوي صفر، وبالتالي إذا الآن بدي أشتق إذا هذا الاقتران اللي معطيني إياه اللي هو مشتقته بدها تكون ثلاثة، إذا عندنا سين تربيع إذا زائد اثنين إذا عندنا ألف سين طبعا زائد اللي هو عندنا باء. هلا بعوض الآن في المعطينا إياه اللي هي سالب واحد، إذا قاف فتحة للسالب واحد، إذا هنا لازم تساوي صفر، بمعنى إذا إيش هنا عندي عزيز الطالب؟ إذا بده يكون عندنا ثلاثة ناقص اثنين ألف زائد باء تساوي إذا تساوي اللي هي عندنا صفر. هلا الآن لو خلينا إذا الآن نظبط المعادلة هاي إذا عزيز الطالب، يعني نقدر لو نقلنا هذا الطرف الثاني وهذا الطرف الثاني، إذا بصير عندنا هنا اثنين ألف ناقص باء بده يعطيني إذا عندنا ثلاثة، هذه بسميها معادلة إذا رقم اللي هو عندنا واحد. هلا الآن كمان في عندي قاف فتحة للثلاثة إذا تساوي اللي هي عندنا صفر، يتضمن ذلك اللي هو عندنا ثلاثة إذا ثلاثة تربيع اللي هي تسعة يعني سبعة وعشرين إذا زائد اللي هو عندنا ستة ألف زائد باء تساوي برضو كمان تساوي صفر، يتضمن ذلك إذا عندنا ستة ألف زائد باء إذا بده يعطيني سالب سبعة وعشرين، وهذه معادلة عزيز الطالب اللي هي بسميها رقم إذا عندنا اثنين. هلا الآن بدي أوجد قيمة ألف وقيمة إذا عندنا باء. الآن لو جمعنا إذا عزيز الطالب المعادلتين، إذا جمعنا المعادلتين إذا بنلاحظ إنه عندنا إذا عندنا سالب باء مع موجب باء بروحه، إذا بيظل عندنا هنا ثمانية
إذن 8 إذن عندنا ألف ماذا تساوي؟ اللي هي عندنا سالب، إذن عندنا 24. بمعنى إذن عندنا قيمة ألف تساوي اللي هي عبارة عن سالب إذن 24 إذن على 8، وهذا بده يعطيني سالب إذن عندنا 3. الآن ما دام عرفنا قيمة اللي هو عندنا قيمة ألف، بنعوض إذن بإحدى المعادلتين. إذن عندنا هنا 2، إذن 2 ضرب إذن سالب إذن عندنا 3، إذن ناقص إذن عندنا باء تساوي 3. الآن لو نقلنا هذا للطرف الثاني، هاي وديناه على الجهة الأخرى، بصير عندنا سالب 6 سالب 3 تساوي، أيضا عزيز الطالب، تساوي باء، بمعنى باء تساوي سالب، إذا عندنا سالب 9. هاي اللي هي قيمة، إذا عندنا هيك بكون أوجدنا إذا قيمة، إذا هاي عندنا قيمة باء عزيز الطالب، وكمان إذا قيمة ألف اللي هي هنا قيمة ألف ماذا تساوي؟ إذا ألف تساوي سالب، إذا عندنا 3. وبالتالي إذا هيك بكون أوجدنا قيمة ألف وقيمة باء، اللي بتحقق اللي هو عندنا الشرط اللي بده إياه، إنه سين واحد، إنه سين تساوي سالب واحد وسين تساوي 3، إذا يوجد عندهم نقاط إذا حرج. هلا بننتقل إذا عزيز الطالب إلى سؤال اللي هو عندنا سؤال رقم 3. إذا سؤال رقم إذا عندنا 3، إذا سؤال رقم إذا 3، إذا عزيز الطالب عندنا في عندنا شكل، إذا عندنا الشكل بدي أترجمه، إذا نرسم تقريبا رسم تقريبي، رسم إذا عندنا تقريبي، إذا عزيز الطالب إذا هنا عند لأنه بدي طبعا هنا هاي عندنا صفر، وهنا بقطع محور السينات، إذا عندنا هاي لو حكينا واحد، وهاي إذا عندنا 2، وإذا عند هاي سالب واحد، وهاي عندنا سالب 2، وعندنا كمان اللي هي هذه واحد، إذا عزيز الطالب، وهاي كمان 2، وعند الثلاثة كمان بحاجة إلى 3، وهنا اللي هي بحاجة إلى 1. وخلينا نرسم إذا رسمة تقريبية إذا لهذا اللي هو عندنا. وبالتالي إذا هنا عند السالب، إذا عندنا السالب 2 مشتقة غير موجودة، إذا عندنا إذا تقريبا، إذا عزيزي الطالب، إذا هنا برضو كمان إذا مشتقة غير، إذا عندنا تكون مفتوحة، اللي هي رسمة طبعا هي رسمة تقريبية لمين؟ إذا عزيز الطالب لقاف فتحة لسين، إذا قاف فتحة إذا لسين. إذا شو بده مننا في هذا السؤال؟ منحنى المشتقة الأولى كثير حدود معرف الفترة، اعتمد على ذلك تعيين النقاط الحرجة. إذا النقاط الحرجة، إذا زي ما بنعرف، إذا عزيز الطالب بدي أوجد أول شيء قاف فتحة لسين، إذا قاف فتحة لسين تساوي اللي هو عندنا صفر، إذا قاف فتحة لسين تساوي صفر. طبعا اللي هي عندنا من خلال الرسمة، إذا وين القيم اللي بتساوي اللي هو عندنا تكون عندنا المشتقة عندها تساوي صفر، اللي هي عندنا طبعا هنا اللي هي عند طبعا الرسم مش دقيقة، إذا عزيز الطالب اللي هي بتكون إذا عند السالب اللي هو عندنا سالب، خلينا نظبط إذا عندنا الرسمة، وهاي عندنا بدها تكون إذا عند السالب إذا 2، إذا عند السالب 2 يعني هنا سين تساوي اللي هي عبارة عن سالب 2، وبالإضافة كمان إلى سين تساوي اللي هو عندنا صفر، وبالإضافة اللي هو إذا بس فقط اللي هو عند العزيز الطالب عند السالب 2 وعند الصفر بتخلي المشتقة تساوي اللي هو صفر، بينما إذا هذه اللي هي أطراف فترة. هلا قاف فتحة لسين بتكون إذا غير موجودة، إذا غير موجودة يتضمن ذلك إنه سين تساوي اللي هو سالب 2، وكمان سين تساوي عزيز الطالب تساوي 3. وبالتالي إذا عندنا النقط الحرجة، إذا النقط الحرجة، إذا عندنا النقط الحرجة، إذا النقط، إذا عندنا الحرجة اللي بتكون إذا عندنا السالب 2
إذا سالب 2 وقاف السالب 2، وكمان إذا عند الصفر وكمان قاف إذا عندنا الصفر، بالإضافة إلى اللي هو عندنا إذا قاف فتحة لسين، إذا عند ال إذا بتكون إذا هنا إذا عزيز الطالب، إذا كمان هنا في عندنا هنا هاي ثلاثة، إذا هاي ثلاثة وهي بتكون إذا عندنا صارت ثلاثة عفوا. إذا معرف الاقتران على السالب سالب ثلاثة إلى ثلاثة، وبالتالي إذا هنا إذا سالب اثنين مظبوط، إذا صفر وكمان عندنا قاف الصفر، بالإضافة إلى هون عندنا إذا ثلاثة، إذا عندنا ثلاثة وقاف الثلاثة، إذا قاف إذا عندنا الثلاثة، وبالإضافة إلى السالب ثلاثة وقاف السالب ثلاثة، إذا كل هذه النقاط إذا حرجة، إذا كلها إذا عندنا نقاط، إذا عزيز الطالب نقاط حرجة، إذا نقاط حرجة. هذا بالنسبة لسؤال رقم اللي هو عندنا ثلاثة. هلا سؤال رقم إذا عزيز الطالب سؤال رقم أربعة، إذا سؤال رقم أربعة آخر سؤال التمارين والمسائل، معطين اللي هو الأقتران، إذا جد النقط الحرجة للأقتران، إذا عندنا قلنا جد النقط الحرجة، إذا جد النقط إذا عندنا الحرجة، طبعا معطيني اللي هو قاف السين إذا ويساوي اللي هو عبارة عن سين تكعيب ناقص واحد على اللي هو سين تكعيب زائد واحد، على سين تكعيب عندنا زائد واحد، بدل نقاط الحرجة. طبعا هنا إذا عزيز الطالب أول شيء شو لازم أوجد، إذا عزيز الطالب لازم أوجد مجال إذا هذا الاقتران، إذا المجال أول شيء، إذا عندنا الحل الآن، إذا أول شيء إذا بوجد المجال، إذا مجال المجال اللي هو عبارة عن كل الأعداد الحقيقية طبعا باستثناء اللي هو عندنا السالب واحد، باستثناء إذا عزيز الطالب إذا عندنا السالب واحد، إذا وبالتالي إذا السالب واحد ما بتمثل إذا هنا عندي أو نقول إذا لا تنتمي إلى المجال. هلا بنوجد إذا مشتقة إذا هذا الاقتران، إذا قاف فتحة لسين اللي هو عندنا المقام اللي هو عبارة عن سين القوة ثلاثة إذا زائد اللي هو عندنا واحد، إذا سين تكعيب زائد واحد مضروبة في اللي هو عندنا مشتقة البسط، إذا عزيز الطالب ثلاثة عندنا سين تربيع، ثلاثة سين تربيع ناقص برضو كمان إذا عندنا سين تكعيب ناقص واحد مضروبة في مشتقة اللي هو عندنا ثلاثة عندنا سين إذا عندنا تربيع، طبعا على المقام اللي هو سين تكعيب زائد واحد، إذا كل إذا عندنا تربيع. هلا بنبسط إذا هذا الاقتران، إذا يصير عندنا ثلاثة إذا سين للقوة خمسة، إذا ثلاثة سين قوة خمسة زائد إذا عندنا ثلاثة إذا سين تربيع ناقص إذا عندنا ثلاثة سين للقوة كمان قوة خمسة، ثلاثة سين قوة خمسة في سالب، وكمان عندنا هنا بتكون زائد إذا عزيز الطالب اللي هو ثلاثة سين تربيع، إذا ثلاثة إذا عندنا سين تربيع، طبعا كل هذا مقسوم إذا على عندنا سين تكعيب زائد واحد بين قوسين تربيع. هلا بنبسط إذا هذا، إذا بنلاحظ ثلاثة سين قوة خمسة ناقص ثلاثة سين قوة خمسة إذا عزيز الطالب إذا ويساوي، إذا هنا بنقدر نكتبه عبارة عن ظل عندنا ثلاثة سين تربيع زائد ثلاثة سين تربيع، يعني ستة سين تربيع، ستة سين تربيع إذا على اللي هو عندنا سين تكعيب إذا زائد اللي هو عندنا واحد الكل إذا عندنا تربيع. وبالتالي الآن إذا نوجد الآن أصفار، إذا عندنا الآن إذا عزيز الطالب إذا نوجد إذا أصفار مشتقة، يعني قاف فتحة لسين تساوي صفر، يتضمن ذلك طبعا عندنا ستة سين تربيع تساوي صفر، يتضمن ذلك عندنا سين اللي هي تساوي اللي هو عندنا سين تساوي صفر. هلا كمان بوجد اللي هو عندنا قاف
فتحة لسين تكون إذا عندنا غير موجودة، إذا غير موجودة يتضمن ذلك بساوي المقام، يعني سين تكعيب زائد واحد تساوي صفر، وبمعنى إنه سين تساوي إيش عندي؟ سين تساوي سالب واحد. طبعا هذه إذا عزيز الطالب إذا ما بعتبرها، إذا طبعا هون شو مالها سين تساوي سالب واحد؟ لا تنتمي إلى المجال، إذا لا تنتمي إلى المجال، وبالتالي إذا ما بأخذ إذا هذه القيمة. وبالتالي إذا النقاط الحرجة أو النقط الحرجة، إذا النقط إذا عندنا أو النقط الحرجة إذا فقط إذا عزيز الطالب اللي هي عندنا اللي هي عبارة عن قاف الصفر، إذا عند قاف الصفر ونوجدها قاف الصفر اللي هي تعطيني إذا صفر ناقص واحد إذا على صفر زائد واحد ويساوي اللي هو عندنا سالب واحد، وبالتالي النقطة الحرجة اللي هي صفر وعندنا سالب واحد فقط، إذا النقطة وحيدة اللي هي صفر وسالب واحد. هذا عزيز الطالب بالنسبة اللي هو لسؤال رقم 4، وهيك نكون كملنا اللي هو الحمد لله تمارين ومسائل ناقشناهم، ومتمنيا لكم كل التوفيق والنجاح، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى.